صباح الخير الأحباب، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيت نقاسم معاكم الرحلة الأخيرة اللي قمت بها من فرنسا إلى الجزائر. كنت كل شهرين ولا ثلاثة شهور راني في الجزائر عند أهلي وناسي وأحبابي. ملي ربي ابتلانا بهذا البلاء وهذا الوباء، رانا صابرين إن شاء الله حتى يحلوا الحدود ونعاودوا نروحوا نشوفوا أهالينا. اليوم جيت نشارككم. هذا اليوم كان يوم ممطر، وكنت نط صباح استفاليت على الله سبحانه، وجدت القهوة تاعي ووجدت لي باجاج ورحت ديريكسيون لايروبور باش نروح نسافر لبلادي العزيزة. كانت آخر مرة رحت هي فبراير 2020، ومن بعدها جوست ابخي في مارس بلعوا الحدود. نشارككم هذا اليوم، نخليكم ان شاء الله تتفرجوا وتدعوا معايا الله انه يرفع علينا هذا الوباء ونعاودوا نروحوا لبلادنا نشوفوا اهالينا واحبابنا. It's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah.
الوقت اللي نفوتوه في الجزائر قليل بزاف. نعاود ونرجعوا الى وهران ونروحوا الى المطار ونعاود نولوا الى فرنسا. كنت حاسبه بلي غادي نولي نصوم يامات في رمضان، ساعه ربي ما كتبش. نتمنى ان شاء الله هاد العام ربي يرفع لنا الوباء ونروحوا نشوفوا اهلنا وحبابنا ونلقوهم بصحه وعافيه يا رب. ان شاء الله تكون عجبتكم هاد الفيديو. نتمنى لكل المغتربين ان شاء الله يروحوا لبلاداتهم كسوسوا الجزائر ولا بلدان اخرى ويسيبوا اهلهم بصحه وعافيه يا رب العالمين. السلام عليكم وإلى فيديو آخر إن شاء الله.